السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من دوجانت. معكم خديجة. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا هذا البلاطو المشكل ديال المملحات الرائع والراقية. كيجي المنظر ديالها زوين وراقي بزاف. تابعوني باش نشوفوا مراحل التحضير. اذا بالنسبة للمواد اللي غادي نحتاجو عندنا جبن كريمي هذا بالاعشاب المنسمه، وغادي نحتاجو لشرائح الديك الرومي. عندي هنا جوج ديال الانواع ديال الشرائح، وعندي كذلك خبز الطوس اللي قطعته وحيت له هذوك الجوانب ديالو اللي قاصحين، وعندي هنا كذلك الزيتون نحتاجو فيما بعد. اذا اول حاجه غادي نبداو بالشكل الدائري او الرولي اللي شفتو في البلاطو. غادي ناخذ واحد البلاستيك غذائي غادي نفرشوه، وغادي نبداو نقادو فيه هذوك لي الشرائح. غير بالنسبه ملاحظه بالنسبه لهاد الشرائح هذه، انا كان عليا نختار الشرائح ديال الصدر من الجهه ديال الصدر، حيت كما قلت لكم هذوك الشرائح من جهه ديال الصدر تيكونوا ساهلين باش نلويو داك الرولي ديالنا. هذوك غادي نخليهم بالنسبه للتزيين ديال الشكل الثاني، وكنحرصوا على انه يجيونا ملاصقين ملي غادي نحطو فوق منهم الخبز او شرائح ديال التوست. دابا بعد ما كندهنو مزيان كنحطو هادوك شرائح ديال التوست على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، وتنحاولوا نديرو هادوك الشرائح ديال الديك الرومي يكونوا ملاصقين باش ملي نديرو نروليو البودان ديالنا ما يخواش لينا، ما يجيش خاوي من الوسط. وتنعاودو عاوتاني طبقة أخرى ديال الجبن. هاد الجبن هذا ما كنحتاجش نزيد ليه لا الملح لا توابل، لأنه هو أصلا منسم وفيه الملح. دابا غادي نبداو نروليو هداك البودان ديالنا، وحنا تنزيرو مزيان باش يجي الشكل ديالو مقاد. كما كتشوفوا صعب عليا الامر في الاول، لان كما قلت لكم قاصحين هذوك الشرائح ما تتطبعوش بسهوله. انتما ما ترتكبوش نفس الخطا اللي ارتكبت، ولكن مشى الحال معهم. يعني قدرت نتمكن باش نصاوب هذاك البودان ديالي وتنزيروه باش ياخذ لينا هذاك التوست هذاك الشكل، وتيلصق مع هذاك الجبن، وتنزيروه مزيان بالبلاستيك الغذائي، وتنخليو حتى يشد لافورم ديالو. وندوزو باش نشوفو الشكل الثاني. إذن بالنسبه للاشكال الاخرى، غادي ناخذ عندي هنا القطاعات. انا خديت المربع وخديت الشكل البيضاوي، وتنبداو نقطعوا هاد الشرائح ديال الطوست، وحنا تنحاولوا ما نضيعوش بزاف من هذاك الطوست. اذا اختاريت هاد الاشكال هذه باش ننوعوا. اذا هاد الطرف ما غاديش يضيعوا، نقادو منهم ان شاء الله لا شابلوغ. وغادي ناخذ هاد الشكل البيضاوي، كاينه الجهه المسننه والغير مسننه، نتوما اللي بغيتو باش تشكلوا البلاطو ديالكم. تبقى مستمره بحركه حتى كنكمل كاع دوك القطع اللي عندي. اذا بعد ما كملت هاد التشكيله هاد القطع هادي، دابا غادي ندوزو باش نشوفو الطريقه ديال التزيين.
غادي نحتاج لهذا الشكل الاول اللي هو المربع، غنحتاج قطع ديال السيريمي. يعني دائما كنحاولوا نلعبوا على الالوان. وعندي هنا هذاك الجبن اللي استعملت في الاول، وغنزيد قليل من التونه او الثوم. هذا الزيتون غنستعمله في الشكل الاخر. وغادي نحتاج كذلك بذور الخشخاش للشكل الثالث. اذا اول حاجه غادي ناخذ هذاك الجبن الكريمي اللي تنحاول نوريكم هنا الشكل ديالو، اللي غادي نضيف له القليل من التونه، وغادي نضيف له القليل من المعدنوس، وغنديرو فواحد الجيب حلواني، وغادي نحاول نعمر هذوك القطع. بالنسبه لطريقه التزيين، تقطع معايا للاسف هذاك المقطع، هذوك البودان ديالنا هما قطعناهم. كنحاولوا نقطعوهم تيجي الشكل ديالهم انيق كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. وهذا الشكل الثالث لان خديت القليل من الجبن، وخديت شرائح من الديك الرومي المدخن، قطعته على شكل مثلثات، حطيته فوق القطعة وزينته بالقليل من البافو او بذور الخشخاش، وتيعطي حتى هو واحد المنظر اللي هو زوين. الشكل الاخير باش نخرج هذاك اللون الاصفر، فكرت في المطاغد، دهنت هذوك الشرائح بالمطاغد وزين قطعته على شكل مثلثات، وغادي نزينو بالقليل من لي زونشوا. الشكل هذا كيجي مالح شويه مع هذاك المذاق ديال المطاغد والمذاق المالح ديال لي زونشوا، وغادي نزين بشويه ديال الزيتون. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال بلاطو ديالنا، رمى القطع المربعه كما كتشوفوا، زينته بالقليل من السيريمي اللي عطى داك اللون البرتقالي الجميل، ووريقات ديال المعدنوس كنوع من التزيين، وهذا الرولي اللي قطعنا. اذا هذا هو الاشكال النهائي، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش ديروا جيم لافيديو، وتشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتزوروها، وضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.